نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتنسيق مع جامعة سوهاج جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، ويأتي اللقاء في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الاستماع إلى كل ما يشغل المواطنين من مشكلات وقضايا ومقترحات ورؤى عامة. وتطرقت الجلسة لعدد من الموضوعات، ومنها فلسفة الحوار الوطني ومحاوره وأهدافه وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية الاقتصادية والمجتمعية بشكل مبسط، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة الجميع في الحوار الوطني ووضع رؤية الدولة في إطار بناء للجمهورية الجديدة وخارطة المستقبل لمشاركة كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة وأخذ كل المقترحات البناءة محمل الجد في التنفيذ. حوار مفتوح وحوار من القلب إلى القلب، حوار ليس فيه أي محاذير. الطلاب تحدثوا بكل شفافية عن الموضوعات اللي تشغل بالهم، موضوعات متعلقة بالعملية التعليمية، موضوعات متعلقة بالمجالس المحلية، موضوعات متعلقة بالصناعة، موضوعات مختلفة بتشغل بال الشارع المصري كله. ولازم نعرفهم إن احنا النهاردة في مصر مطمنين، بلد الأمن والأمان. مصر النهاردة بلدنا، نقدر ان احنا بدأنا بالأمن، نقدر ان احنا بعد كده بدأنا نعمر ونبني، نقدر ان احنا بعد كده بدأنا نعمل مؤتمرات اقتصادية ومؤتمر حوار وطني، وبدأنا نوصل للآراء السياسية، وبدأنا نعرف كل الآراء اللي موجودة. الجلسة النهاردة كانت سرية بمجموعة من الأسئلة والنقاشات والحوار مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للخروج بتوصيات لعرضها على الحوار الوطني، لعرضها في النهاية على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني أبنائنا طرحوا العديد من الاستفسارات الهادفة، منها ما دار حول الممارسات النيابية في مجلسي الشيوخ والنواب، منها ما دار حول فتح أسواق وفرص عمل في السوق المصري بعد التخرج، منها ما دار حول كوب 27.